تطورت المواصلات البصرية بتطوير معبر أشعة ليزر، وهذا هو الليف البصري. أعرف أنه في سماكة شعرة من شعر الإنسان. صح، سماكة الليف البصري جزء من 10 أجزاء من المليمتر، وهو مصنوع من ليف زجاجي رفيع كشعرة. ليف زجاجي؟ من ثاني أكسيد السيليكون، وهي المادة الرئيسية في التراب. التراب؟ نعم، يصنع الخيط الليفي في معظمه من مادة التراب، لهذا لا حاجة للقلق من أن مصدره سينفد كما هي الحال في السلك النحاسي، لأن الخيط الليفي البصري مصنوع من حزمات من الليف الزجاجي، لكنها سهلة الكسر إذا استعملت بمفردها، لذلك يجب وقايتها بعدد من الطبقات، 6 منها توضع معا وتلف حول العمود الليفي، وهذا سلك من 48 عمودا. بمقارنته مع السلك العادي السابق نرى أنه رقيق جدا. لم أكن أعلم أنه بهذه الرقة وأن الليزر ينطلق مستقيما عبره. لا، ليس تماما، هناك ضوء يتوجه مستقيما عبر الخيط الليفي، وضوء يتقدم منعكسا بكامله، ويدعى الخيط الليفي المرحلي، عبره تتوسع حزمة الضوء، ولكن سيكون فارق في وقت الوصول، لذلك جرى تطوير نوع آخر له فارق أقل في الوقت، فالضوء يتقدم عبر الخيط الليفي فيما هو ينحرف. على كل، يجب أن ترسل الإشارات الصحيحة عبر آلة الترحيل الداعم. السلك النحاسي العادي يتطلب استعمال آلة ترحيل داعم في كل كيلومتر ونصف الكيلومتر، لكن سلك الألياف البصرية لا يستدعي آلة الترحيل إلا بعد كل 25 كيلومترا. عام 1988 سيقام سلك عبر المحيط الأطلسي طوله 6500 كيلومتر، وتحت الماء سيربط سلك مماثل بين اليابان وهاواي طوله 9000 كيلومتر. 9000 كيلومتر؟ هناك أشياء ستثير الدهشة حين يوضع السلك الليفي البصري قيد الاستعمال. هل تعرفان سرعة هذا القطار؟ 210 كيلومترات في الساعة. هذه عربة قطار تسير دون سائق، تمكنت من بلوغ أعلى سرعة للقطارات في العالم، وهذه قاطرة تجرى عليها التجارب الآن. عداد السرعة ارتفع إلى 600 كيلومتر في الساعة. انتظر، ما علاقة هذا بالسلك الليفي البصري؟ عفوا، 500 كيلومتر في الساعة يربط طوكيو وأوساكا بساعة واحدة، لذلك استعنا بتقنية السلك الليفي البصري. جسم العربة يطفو 10 سنتيمترات فوق الأرض، ونستعمل نوعا من المغناطيس الكهربائي الفائق الإيصال. الكمبيوتر والعدادات الكهربائية قد تخطئ، لهذا فإن السلك الليفي البصري يستعمل لتغطية الكمبيوتر دون أن تتضرر الأسلاك. ما الذي يجعلها لا تتضرر؟ سلك الليف البصري كالزجاج، إنه عازل للكهرباء. والآن شكرا لكم وإلى اللقاء. حسنا، لنتصور المستقبل حين تتطور المواصلات البصرية. طيب، أشياء كثيرة يمكن أن تتحقق بربط المواصلات البصرية التي تبث مواد إعلامية مع الكمبيوتر، لذلك لا يجب على والديكما الذهاب إلى مكتبه يوميا. حقا؟ ممتاز. اتصالات بسيطة يمكن أن تجرى عبر التليفون المتلفز، ويمكن إرسال الوثائق بالتليفون المصور، والرجل يعمل في البيت. شكرا لك. والمرأة يمكن أن تشتري السلع وهي في البيت. أرسل لنا 500 جرام من اللحم مع بعض البصل رجاء. حتى المكتبات ستكون هناك برامج بصرية وسمعية، وإذا رغبت في مراقبة فيلم سينمائي يمكنك رؤيته على جهاز التلفزيون في بيتك. كيف سيكون الأولاد في ذلك الحين إذا كان ليس على الناس أن يذهبوا إلى مكاتبهم، فليس على الأولاد أن يذهبوا إلى المدارس؟ لا أدري إذا كان عليهم الذهاب أم لا، لكن طريقة الدرس ستكون مختلفة. مثلا، يمكنك أن تتفاهم مع الأجانب دون تعلم لغتهم. هل سيتعلم الناس لغتنا يا لبيبة؟ ها؟
سيكون عندنا نظام ترجمة تلقائية. هاي وليد، كيف أنت؟ ممتاز، وأنت؟ انتهت الامتحانات اليوم ولذلك سأذهب لألعب. ماذا ستفعل؟ ليس الفصل موسم امتحانات، لكن خلال شهر واحد سنجري امتحانات نصف السنة. وأنتم؟ الصبي الفرنسي يتكلم الفرنسية، لكن الكمبيوتر ينقل المكالمة بعد ترجمتها إلى لغة وليد. في تلفزيون الصبي الفرنسي أخي يتكلم الفرنسية؟ نعم. ستذهب لتركب العربات الدوارة؟ نعم. سأذهب إلى مدينة التسلية، فلم أذهب إليها منذ مدة. هذا لا يصدق. لم يعد لي حاجة لأن أدرس الإنجليزية أو الفرنسية. هذا خطأ. تعلم لغة أجنبية أمر مهم جدا، ليس فقط للتحدث ولكن للتعرف إلى الطرق التي يفكر فيها الناس. ماذا؟ ستقل أيام الدراسة، لكن عليك أن تقدم الامتحانات عبر الصورة اللاسلكية. الصورة اللاسلكية؟ علامتك في العلوم منخفضة. أوقف هذا، إنه صعب جدا. ولكن حين تنتهي الدراسة دورك أنت. حسنا، أنا أتحرك. لا لا لا، أرجوك انتظر قليلا. لا وقت للانتظار. إن شخصا ما يتصل، سأراك في وقت لاحق. إلى اللقاء. نعم أنا وليد. مرحبا وليد. مايا مرحبا. هل ترغب في أن تسمع عزفي؟ اعزفي، سأدير مكبر الصوت. لكن هكذا تتصرف أنت. حياة غير ناعمة في المستقبل. هيا لا تضحك، إنها لعبة. ولكن هذه ليست صورة عن المستقبل. في دورة الألعاب الأولمبية عام 1984 في لوس أنجلوس، استعملت المواصلات البصرية لبث الإرسال التلفزيوني. في الولايات المتحدة أقيم سلك من اللفائف البصرية بين مدينتي ساكرامنتو ولوس أنجلوس لبث الإرسال. معرض إكسبو للعلوم استعمل نظام الخدمة الإعلامية البصرية ليدل الزائرين الذين يبلغ عددهم 20 مليونا. وأحدث السيارات استعمل فيها السلك الليفي البصري. بهذه يمكننا التحكم بقفل الباب والنوافذ المتحركة ومكيف الهواء. هذه الأشياء صارت معروفة لدينا. ما بك يا أخي؟
إذا تطورت العلوم هكذا، هل سنربح أم سنخسر؟ هذا ما يحيرني يا لبيبة. نعم، هذه فكرة جيدة. أشعة ليزر تستعمل أيضا في أغراض عسكرية. إذا لم نذهب إلى المكتب أو إلى المدرسة أو إلى السوق سنكون كسالى حقا. لحظة، ذلك لا يعني أنكما لن تذهبا إلى المدرسة أبدا، لكن ستقل أوقات ذهابكما. نعم عرفت. ألا تريد الاتصال برفيقك للسؤال عن فروضك يا وليد؟ نعم. ما زال الخط مشغولا. متى يحل عصر المواصلات المرئية؟ ولا ننسى، إذا ظهرت لبيبة فاسألوها، فلب القول ما قالت لبيبة. أنا لبيبة، اسألوني اسألوني.